أمور معروفة وأمور مخفية، لكن كل الأمور سوف تتضح. يمكن الجول 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 الأول لبرشلونة. ولاحظ لاحظ الكرة من الأساس، الكرة من الأساس، ما فيه شيء على الإطلاق، ما فيه شيء على الإطلاق. وصلت إلى بيدرو، قشرها بيدرو، المهندس إنييستا، إلى بيدرو، إلى دافيد. يجلس على قائمة البدلاء فابريغاس، يسيطر على الكرة، يتقدم، مرمى اللاعب من الثاني، حولها، الآن ممكن جول 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 ثاني لرازا للهدف الثاني. لكن لاحظ العمل الاعتيادي الكلاسيكي، خلاص خلاص هو واجه، ما حد من مدافعيه، لا بلينغتون ولا لوغانو، تقدم لتغطية. شوف 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 اللعبة الكلاسيكية المثالية اللي كانت بهذا الشكل. هو مر مر ولاحظ معي إنييستا، لمسة جميلة، خلاص مثلا في هذه اللقطة اللي يتقدم بيكي، ولكن يتدخل المدافع. ياك الثالث في الدوري الإنجليزي، راح يروح هو مع مورينيو، جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي. وبالتالي لاحظ هنا التسديدة وثلاثية يعملها برشلونة لغاية الآن. على شوف وين حطها، شوف وين حطها، حطها في الزاوية البعيدة. ولاحظ يعني العمل الجماعي اللي المتبادل، الكبار السحرة يتبادلون الكرات. وشوف الكرة وين اللم، في الليغا يسكنها بهذا الشكل. عن تسجيل الاهداف ولبرشلونه. الان المحاوله لمالاغا، واللاعب الحقيقه اللي قام باعمال كثيره هو اللاعب